الروبيو اجواء شعبية ما كاين محسن منها. واعرة واعرة واعرة. يا الله شتي تحينا واحد شويه دابا غنخرج باش نمشي نتقطع ونجي باش نباري بهاد الدار هادي. وعاد عاب شويه شويه وعاد نرتاح. شحال صعيبه تجي وكتلقايش لي فام دو ميناج هذا ما منقينش الدار. وتا الناس اللي كانوا قبل ما منقينهاش. خاص ضروري تسمعوا الصوت ديال العيا والله في العاس عزيزي. نمشي نهبط هاد الكتاكيت نمشيو لها دابا نتقداو مرجان وانتوما معايا. باي 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 خطير 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 جدا. اجواء خطيره فن الصراحه. المرسخ شحال من عام وانا كنجي للشمال عمرني اكتشفتها. مش اكتشفتهاش عارفه ولكن ما عمرنا وصلنا ليها. اليوم جينا واخا اليوم الحد الحد كتكون عامره بزاف قالوا لنا حتى البوليس حتى هما. انا ديت الباروخ من هنايا ها هو شاده زي واش مزيانوي الراجل قلت لي شد الدري شد انا داك اللي شاده فيه واللي شادو هو لا بلاج. يلا حنا مش رايا رايا مني يا مني اللي باتو باتو مامو باتو ايه الله شو الجو ديال المرسخ. هادشي كتاكلوا الحوت نقي وجديد. اجواء شعبيه ما كاين ما احسن منها. واعره واعره واعره. لا لا ما كاينش اطون لا ما تطلقش ليا من يدي. عينيا شي عينيا ولاو كيحرقوني بزاف. مقدرش نحل عينيا الشمس. سمعتي هادو بالنوامر واحد جوج ثلاثة خمسة ياك خمسة واعر. هادو ماشي ديال النوامر. خمسة خطير جدا. هاهو هذا هذا خطير. شنو سميتك انت؟ رقم خمسة رقم خمسة روبيو واعر. أما تاني المنظر كيفاش داير الصراحة واعر. منظر خطير صراحة عجبني الحال في هاد البلاصة
والثمن جد مناسب بزاف. كاع تغديت انا وليداتي وراجلي 85 درهم في جوج شويات ديال السردين وحوت مشوي. شونا كيراكم؟ صراحة كيتعاملوا زوين بزاف. شو الدنيا شحال عامة؟ كاين صراحة بليصة غنبقى حتى نمشي من الشمال غنبقى ديما نجي ناكل هنايا. الدراري عطت ولادي صافي تهدوا من صبح اللهم خارجين تهدوا مساكن. عمرني انا شفت وائل ساقل حتى لهاد العشية وجالس وليدي وشاد بليصته. يا سلام صافي عرفت لي دابا البوان فابي. الناس باقا كتعوم حتى لدابا حيت ما بقى فيه والو. حدهم حد 11 مساكن والله الا الناس كتبروفيتي في النهار. شوفوا لي الزحام على ترونسبور شحال. شوفوا لي الزحام اللهم الله بزاف. ها اليوم الحد وهنا الكبيدات من بعد ما تقديتش ما شاركتش معكم تقضية مني مشيت المرجان ومشينا تغدينا في المرصة وضربت دويرة في المضيق. عادة جيت للدار هنايا باش كل حاجة رجع لبليصتها. تقول لي يا عزيزة واش تي خارجة تفوجي ولا خارجة ديري الميناج خاص تكون فيها فيس. ما نقدرش نجلس في واحد البلاصة وهي يعني كنشوفها مسخة راه ما يمكنش تماما. سيرتو انا مشيت غير للبلايص اللي غادي نستعملهم في الكوزينة يعني هما اللي مسحتهم هكا بالخل. سيرتو الثلاجة يعني ولا بد غندير فيها الحويجات هكا اللي غادي ناكلوهم. الماكله تقريبا كناكلو على برا ولكن بحكم هاد الساعه هادي اللي داروا لينا وداكشي يعني مضطره انني نجيب لوليداتي هكا حويجات اللي نقضي بهم بحال هكا البيض الحليب عصير ياغورت يعني هكا لي بات الى جاع ليا شي واحد في الليل يعني ولا بد خصني نديباني لوليدات. راكم عارفين ما الماكله تقريبا كناكلو على برا ما جيتش الحباب باش ندخل الكوزينه ونبدا نطيب وهذا والشهيوات الا الشهيوات تنرجعو اختي ترجع النفسيه تولي هي هذيك ونرتاحو شي شويه عادي يبداو الشهيوات. دابا جبت داكشي اللي ضروري ضروري بحال هكا شويه ديال العطريه كيف ما قلت لكم هكا بغيت ندير لي بات ولا بد خاص العطريه شويه جبت ديال الثومه الربيع لي بات جبت بحال هكا. المهم باش نفطرو باش نقضيو وصافي امورنا منين نكونوا في الدار. وهنا خديت واحد الكبيسات كاينين كيسان كبار على وليداتي على يديهم لقيت هادو دايرين في مرجان بشحال كاين 13 درهم خديتهم لوليداتي هادو ديال القهوه. وهنايا كيف ما كتشوفوني دوزت الخل الحباب على هاد البلاكار هذا بالضبط انني كنحلو بيديا وكانوا ناس قبل مني وحنا المرض غادي وكيتزاد الله يرفع علينا هاد الوباء يعني الواحد خصو ياخذ شويه الاحتياطات ديالو. الثلاجه تاهي ضربت لها مسحه بالخل حيت كانت حالتها زعما اش غنقول لكم سعدات اللي خلى بلاصتو نقيه اللي ترحم عليها. ما نكذبش عليكم في اي بلاصه كنمشي ليها يعني سواء غادي نجلس غير يومين ولا نهار ضروري نخلي بلاصتي نقيه ونمشي. ما نكذبش عليكم حتى في داري في هكا في اي حاجه في اي حاجه. وهنايا كيف ما كتشوفوا هذه الشبكه كانت حالتها تقول يا عزيزه الله يا اختي مشيتي للميناج ديال واحد الحبيبه خلات ليا في تعليق قالت لي يا عزيزه كون عخديتي ماكسيس وضربتيها بالجفيفه بحال علمك الله اختي راني ضربتها بالسيقه. كيف ما قلت لكم وليداتي متعودين انهم يتمشاو بالحفه في الدار ما كيبغوش يلبسوا ليا الصنداله تماما واخا الفراش ماشي فراشي عندي داك الفيس ديال انني خاصني ننظف الارض ملي نتمشى ما تلصق ليا حتى شي حاجه في رجلي. هذه معروفه بعد الحباب ديالي كاملين العائله كلها عارفاني ما نقدرش ما كنقول الا تمشينا في الارض وطلعنا في الفراش وحنا غادي نعسو فيه زعما يعني بحال الانسان عايش في هذا. راكم بلا ما نكمل لكم راه باينه الجمله هذا هو اللي كاين الكبيدات. صافي غسلت الشبكه حيت غادي نحط فيها كويسات ديالي يعني داكشي كيف ما قلت لكم داكشي اللي غنخدم به هو اللي نظفته راه ماشي زعما بركت نحك في الحيوطه ونهبط وهذا لا غير داكشي اللي غادي نخدم به الحباب ولا بد. عقمت اللي خصو يتعقم نظفت اللي خصو يتنظف الحمام كذلك ومثال ضربتها بالسياقه الحباب ما نكذبش عليكم ولا بد. مادام انني جالسه في هذه الدار هذه واحد المده خاصني نجلس في النقا. صافي كما كتشوفوا معايا كاع دوك المواعن اللي غنستعملهم سيرتو كنا الغد غادي نمشيو للبحر غادي نتغداو فيه جبت معايا الحوت وداكشي يعني داكشي كامل اللي غنطيب فيه غسلته بجافيل هاد المقراج هذا حيت ما لقيتش بويوار هنايا في الدار يعني مضطرين انا نسخنو الماء في المقراج. درت ليه الخل وجافيل
وخليت وفيه شحال ديال الوقت. كون كانت عندي تخمره ديال الحلوه كنت غنديرها ولا بيكربونات دو صود كنت غادي نديرها، ولكن غير بالله ما كاينش هذا الشيء. مهم كيف ما قلت لكم نعاود نقولها، حاولت على قدر المستطاع انني نقي البلايص اللي غادي نخدم فيهم ونكون مرتاحه هاد الايام اللي راني جالسه في الدار. هنا كيف ما كتشوفوا معايا مادام كنت في المرسى تبارك الله الحوت موجود، ونصحكم بهذيك البلاصه الصراحه الاماكن الشعبيه والله ما كاين محسن منهم. مشيت تمشي تاكلي ما عرفتش فين، ولكن ماكشي فحال سبحان الله داك الطعم وديك الحلاوه ديال الاماكن الشعبيه ما كاينش بحالها. والله يقسمنا مع الناس الدراويش، والله يقسمنا مع الناس البسطاء، عزيزه عليا البساطه فوق القياس الحباب ما نكذبش عليكم. كناكل في بلايص وداكشي، ولكن ماشي فحال انك تاكلي في المرسى حوت تبارك الله فخي، يعني الله خارج كتاكلي بواحد فواحد الاجواء اللي جد رائعه. والناس اللي مشاو للمرسى غادي يشاركوني الراي، اجواء جد رائعه رائعه. وسيرتو هذاك السيد الروبيو اللي صورت معاه كلينا عنده صراحه ما ندمناش، كليت تاكليت في الحوت مشوي وماشي بحال داك السيد سبحان الله. ما عرفتش واش الاجواء كانت غالبه عليا، ولكن حتى الماكله الصراحه كانت عنده صلاه عين بزوينه. وهنا كيف ما قلت لكم راني دزت للسويقه ديال المضيق، خديت منها واخا كيف ما نصحوني الحباب قالوا لي راه المواد الغذائيه غاليه في الفنيدق في المضيق عفوا. فعلا عندكم الحق، ما ننصحكمش تماما بالمواد الغذائيه في المضيق. كانوا نعتوا لي الناس واحد البلاصه في تطوان نتفكر سميتها ونقول لكم. هنا كيف ما تشوفوا كنوريكم الجوله في الدويره من بعد ما ضربت عليها التصيقه. وتحيه للحبيبه اللي قالت لي عزيزه داك البانيو اختي راه عارفينك جايه غادا تصبني، راه داكشي علاش حطوه لك. والله الحباب الا نيت فعلا تنصبن فيها كحويجه ديال وليداتي ما يمكنش نخليهم حتى نرجع. داكشي علاش واحد الحبيبه قالت لي عزه علاش ضروري ماكينه الصابون، اييه اللي عنده الوليدات ضروري ماكينه ديال الصابون. وهذا الحباب النهار الثاني يعني اللي غادي نمشيو فيه البحر، غادي ندوزو نغير ديالنا تما يعني نتغداو سيرتو الاثنين يعني كيكون البحر زوين وخاوي الصراحه. نتوما غتشوفوا معايا الاجواء. هنا درت شويه ديال التكتوكه المعروفه اختي عندنا في المغرب ضروريه في البحر، وبطاطا فريت، ودرت ليهم الحوت هكا مقلي، ونبينا عليه السلام اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. المهم هو نضحكوا ونشطوا وهذا هو اللي كاين، هذا هو الهدف من الخرجه كامله. بالنسبه للحباب اللي سولوني عزيزه حيت واش انا راني قلت، ولكن ما عرفتش واش الفكره ما وصلتش بالنسبه للاثمنه، يعني واش 1000 درهم الليله؟ ايه الحباب راه 1000 درهم الليله، 1300 درهم الليله، يعني الشمال هكا راه معروف في الصيف الثمن ديالو، وسيرتو شهر 8 يعني شي شويه الاثمنه يعني كتكون طالعه. دابا بحكم هاد الساعه الجديده يعني ديال التسعود الاثمنه بداو كينزلوا، يعني حتى الشمال هاد العام ماشي بحال الاعوام اللي دازو قبل. عرفتي شهر 8 كيفاش كيكون الشمال راه الكتف على الكتف، دابا لا هو عامر ماشي معمرش، ولكن ماشي ديك العموريه اللي كتعرفوا. وهي بصراحه بيني وبينكم احسن شيء ما تكونش العموريه، حيت الله يرفع علينا هاد الوباء هادشي بدا كيتزاد بزاف. وبزاف الحباب اللي لاحظوا ان البلاصه اللي انا فيها انها خاويه وعجباتهم، وفعلا عندكم الحق. والناس اللي جايين لهاد البلاصه راهم شاركوا الاراء ديالهم في التعليق قالك بلاصه زوينه نقيه، فعلا بلاصه زوينه نقيه خاويه، بيسين كتكوني فيه زعما على راحتك، ما كاينش داك الاكتضاض يعني كاين تباعد فهمتي. يعني صراحه انا عجبتني، نتمنى الدار اللي غنمشي ليها حتى هي نشوف نفس الحاجه تكون زعما نقيه، واهم حاجه ما يكونش الاكتضاض. اهم حاجه هو الانسان قد ما قدر انه يبعد على الاكتضاض قد ما مزيان. داكشي علاش انا كنطلب يا ربي ان شاء الله منين نمشي للمضيق منين نبغيو نشارك معكم المحلات ونتقداو هذا نختار شي سويعه اللي تكون خاويه. ما نقدر ما نمشيش بديك الخمسة العشيه ولا الستة العشيه واخا نعرف ما غاديش نلقى داكشي اللي كيكون في الخمسة العشيه والستة ديال العشيه. ويقدر ثاني يكون بحكم هذه الساعه هذه ديال التسعود يعني دابا ولاو اي حاجه كتكون قبل، يعني راه الجوج راهم بادين باش يلاه مسكين داك اللي كيبيع ويشري يستافد من النهار ديالو، حتى الناس هي تستافد من نهاركم. عارفين التسعود غنضي عينك حليها، ها هي راه كانت تبارك الله كنبقاو حتى جوج الليل ثلاثه الليل وما كافيناش الصيف بوحدو، يعني الصيف يعني كيتعتبر هو الليل من النهار، يعني يلا الانسان كيمشي هكا للبحر لا بيسين صافي وكيجي فحالو. الله يرفع علينا هذا الوباء. ولا وصلتي حبيبتي حتى لهنا ما تنسينيش من لي لايك. صافي وجدت راسي هنا بالصغير هاد الكالورا، صراحة هاد الكالورات شحال زوينين هاكا البحر، نسمع مع الصغير هنا وصافي ونمشيو
دابا يلا مشينا. وي وي يلا نزيدو قدام كتاكيتي. هادي المولى يعقوب. ايهو الجريه اليوم البحر زوين اثنين خاوي. البحر يا ساده طوالي هادي اللي كتصخصخني ولكن بحر زوين كيخليوش الطوموبيله شي دخل لنا. ما عيش في سبيل البحر ما عيش والله يا العالم. يا الله شتي صح شو دايرين هاد لي باليت حتى للبحر شحال زوينه. عاب شويه عليك انت داك البطريق عاب شويه دوز لهاد الجي هاي يلا طاح لينا الله الله على جمال البحر. عندك اولدي حبيبي عندك عندك البطريق دابا راك الغواس هو غينزل لينا في الرمله. اي شوف اي شوف اي شوف الاخر راه هو باقي كيزحف حتى السيداج يلا اجي حبيبي اجي 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 نمشيو ناخذو يلا يلا اجي. معليش لا 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 خلي لي صونباج يلا زيد وائل حنا داوين كيف شفتو معايا البحر صراحة ما اجمله خاوي ونقي وزوين وهكا كيبانو حتى وليداتك عكس ملي كيكون البحر عامر وداكشي كتبقاي حاضيه مع الاولاد سورتو الا كان عندكم بحال السي وائل راكم شتوهم فرقوا المهام ديالهم في لاسانسور قبل ما نديرو الديبار كل واحد راه داير الدور ديالو. كونوا هانيين وانا كيف ما كتشوفوا معايا الغديوه اللي شاركتها معاكم يعني في الدويره درت شويه ديال الحوت وبطاطا وهكا شويه ديال التكتوكه مع مناضه. هادو هما الاجواء اللي كيعجبوني الحباب في البحر يعني كيف كروني في الصغر ديالي مع بابا الله يرحمه هكا كنا كنمشيو للبحر وكنتلمو هكا على الطويبله وكنضحكو وكننشطو والحمد لله اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. وكنتمنى الحباب تكونوا كتستمتعوا معايا حتى نتوما كيف ما كنستمتع انا بالوقت ديالي. كنحاول نشارك معاكم اي حاجه ما نفلت لكم والو. غنقول لكم هنا الفيديو ديالي سلام مع فيديو جديد الحباب. ما تبخلوش عليا قبل ما نسالي ونقول لكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديال واحد الحبيبه الله يسمح لها قالت لي لايك كنتخلص عليهم يا ودي الله يهديك عارفه قوانين ديال اليوتيوب عاده تهني الناس لي لايك على باش كيشجعوا الفيديو انه يوصل اكثر مشاهده. هذا هو اللي كاين الحباب مع فيديو جديد.